في كشك للملابس المستعملة في سوق الباب الشرقي في بغداد، يجهد أبو محمد لرؤية فرق بين حياته في ظل الاحتلال الأمريكي وحياته حالياً. الاحتلال إذا كان موجود أو ما موجود، إحنا التغيير ما صارش. يعني قبل بالاحتلال كان أكو تفجير، ساعة بالاحتلال موجود التفجير. البطالة والهذا شنو التغيير؟ الاحتلال والهذا بقى نفس العراقيين نفس الوضع ونفس الشيء. فقد ظلت القوات الأمريكية ما يقرب من 9 سنوات في العراق، وحتى بعد عام من مغادرتها لا زال هذا العقد من الزمن يخلف مرارة لدى العراقيين. ففي العام 2003 تحججت الولايات المتحدة بأنها تريد تخليص البلاد من أسلحة الدمار الشامل ومن نظام صدام حسين الدكتاتوري. المهم ما يفهمونا ولا نفهمونا، احنا ما يعني ما داركينهم ولا هم يفهمونا، مو هم جايين على مصالح خاصة، هم جايين على مصالح خاصة، البترول عندهم اهم شيء. فبعد سقوط نظام صدام حسين عصفت بالبلاد اعمال عنف طائفية، واليوم يفتقد العراق الى البنية التحتية ولا سيما الى الماء والكهرباء، وتوجه انتقادات الى الامريكيين. اقول يا احتلال الامريكي، الاحتلال الانجليزي بالعشرينات اللي صار عندنا كان افضل من الاحتلال الامريكي، صوانا وبنانا جسور وبنانا شوارع جيده وبنانا، انت ما بنيت لنا شيء، اخذت من عندنا كل شيء رحت وسببت لنا وخلفت لنا الالام والمواجع. فقد اسفرت اعمال العنف في العراق الى مقتل 166 شخصا في نوفمبر، وما زالت القوات العراقيه التي تسلمت زمام الامور من الامريكيين تكافح لضمان الامن في البلاد. ذكر راديو فرنسا الدولي أن رابطة المزارعين الفرنسيين أقاموا مظاهرة أمام محلات السوبر ماركت بالبقر والأسمدة للضغط عليهم. وأضاف راديو فرنسا أن أسعار الحليب وطلب محلات السوبر ماركت رفع أسعارها دفعت للمواجهة مع المزارعين الذين يرون أن ذلك سيتسبب في عزوف المواطنين عن الشراء. وكانت المائدة المستديرة التي اقترحتها الحكومة لإجراء مفاوضات بين الجانبين بات مصيرها الفشل، لأن الأزمة الاقتصادية التي تهدد فرنسا خاصة وأوروبا عامة تجعل كل طرف يتمسك بموقفه. وكان المواطنون الفرنسيون لجأوا لمراجعة احتياجاتهم اليومية من أجل تقليصها، ومن بينها منتجات الألبان التي ستستخدمها الأسر التي لديها أطفال فقط. وانتهت المظاهرة الفريدة التي استمرت 12 ساعة للمزارعين مع أبقارهم وهم يفترشون الأرض، أصابت رابطة محلات السوبر ماركت بالخوف من عدم السيطرة على الأبقار واقتحام محلاتهم وتحطيمها. ليس المهم لدينا أن تكون زيادة في سعر الحليب ببعض السنتيمات الشهر المقبل، ولكن عليهم أن يحافظوا على أسعار الحليب، ونحن نتساءل كيف غدا سنواجه استثماراتنا ومشاريعنا. هذا هو العمل المعتاد من هذه المفاوضات، هذا يعني وجود الجولة الأولى والثانية، ولن نصل إلى أي حل جذري، فيعني أن كل سنتين أو 3 سنوات يضعون العصا أمامنا. اشترينا بتكلفة منخفضة كمية غذائية من الحليب ومن ثم الأبقار، إضافة إلى أنه أقل من المعتاد. حسنا، ليس هناك مشاكل صحية، لكن هناك تقليص للمنتجات الغذائية. On n'a pas eu de problème de santé au niveau des vaches, mais c'est ce qui pourrait arriver aussi si tu tires trop sur la corde.